انقطع الوحي عن النبي 15 يوم، ثم ينزل الفرج من السماء وينزل سيدنا جبريل. فقال جبريل: وما أتنزل إلا بأمر ربك. أحباب رسول الله، خرج وفد من قريش إلى يهود المدينة فقالوا له: لقد خرج بيننا رجل يزعم أنه نبي، وأنتم أهل صلة بالسماء وتعرفون صفة الأنبياء، فكيف نعرف إن كان نبيا أم لا؟ فقالوا له: إذا أردتم أن تختبروا النبوة فيه فسألوه عن هذه الأسئلة، لا يجيب عنها إلا نبي. أما السؤال الأول سألوه عن فتية في الدهر الأول، غاب أمرهم عجبا. أما السؤال الثاني سألوه عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها، من هذا الرجل الطواف؟ أما السؤال الثالث فسألوه عن الروح، ما هي هذه الروح؟ فإن أجابكم عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب عنها فهو رجل يتقول عليه، فافعلوا به ما شئتم. فأخذ عقبة بن أبي معين والنضر بن الحارث هذه الأسئلة، وذهبوا إلى سيدنا رسول الله فقالوا له: يا محمد، أخبرنا عن فتية في الدهر الأول، غاب أمرهم عجبا. يا محمد، أخبرنا عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها. يا محمد، أخبرنا عن الروح، ما هي هذه الروح؟ فقال النبي: سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، ولحكمة يعلمها الله. انقطع الوحي عن النبي 15 يوما، وكل يوم يمر المشركون على النبي: يا محمد، أأحضرت الإجابة على الأسئلة؟ والنبي لا يريد أن يفضي من عند نفسه، بل يريد الإجابة من السماء، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويمر المشركون على النبي في اليوم التالي: يا محمد، أأحضرت الإجابة على الأسئلة؟ انقطع الوحي عن النبي 15 يوما، ثم ينزل الفرج من السماء وينزل سيدنا جبريل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أين إجابات هذه الأسئلة؟ لما تأخرت؟ فقال جبريل: وما أتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا.
وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أما الإجابات عن الأسئلة يا محمد، يسألونك عن فتية في الدهر الأول، غاب أمرهم عجبا، فنزل قول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونزل سورة الكهف تجيب عن هذه الأسئلة. أما يا محمد، يسألونك عن رجل طواف، فنزل قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أما السؤال الثالث، يسألونك عن الروح فأجبهم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ينزل عتاب الله عز وجل للأمة كلها في شخص رسوله الكريم، فقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على أستاذ الوجود ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.